توجد ضغوط حقيقية على بنيامين نتنياهو. يعني رغم كل التصريحات اللي بيقولها جو بايدن، لكن الممارسات والتصفيق القوب البيئة بنيامين نتنياهو وهذه المساعدات الأخيرة الأمريكية العسكرية للدولة العبرية، كل هذا بيدفع بنيامين نتنياهو لهذا الطلب وذاك التعنت وهذه المراوغات. وأمريكا تعتبر يعني شريك في هذه المراوغات، لأنها في يعني المقترح الأخير، هذا المقترح لم يكن هو المقترح الذي قدم لحماس ووافقت عليه في الثاني من يوليو، وإنما يسمونه تحديث يعني مقترح محدث تم يعني طرأت عليه تعديلات وتحديثات وتغييرات تلبية لرغبات نتنياهو ولم تطلع عليه حماس. فواضح هذه المراوغة وذلك التواطؤ من الجانب الأمريكي مع الحليف مع نتنياهو. تمام. دكتور طارق، كان في تصريح لمسؤول رفيع المستوى عن تمسك مصر بالانسحاب من معبر رفح ومحور فيلادلفيا، هل هيكون هناك استجابة من تل أبيب؟ يعني الدولة المصرية هذه سياستها الثابتة التي يعني لا تبديل فيها ولا تعديل ولا تغيير، إنه ده أمن قوم مصري. فكرة ان يعني معبر رفح تواجد فيه قوات اسرائيليه، فكره انه محور فيلادلفيا فيه القوات الاسرائيليه، كل هذا ضد الامن القومي المصري، ومصر ترفض ذلك جمله وتفصيلا، وهذه هي السياسه المصريه الثابته. واتصور انه يعني الاسرائيلي يحاول ان يعني يجرد الدوله المصريه من قوتها الاستراتيجيه، قوتها السياسيه، قوتها الاقتصاديه، لانه يعني ازاي يسيطر على معبر رفح وكان في اتفاقيات المعابر 2005، كيف له ان يسيطر على محور فيلادلفيا وفي اتفاقيه السلام وملاحقها وفي امن قومي مصري وفي سياده مصريه؟ فكل ذلك كل تلك مراوغات ومحاولة. يعني أنا من البداية قلت كل هذا الهدف الأكبر لهم هي مصر، الذيل من الدولة المصرية، حصار الدولة المصرية، تقييد مصر وحصارها سياسيا واقتصاديا واستراتيجيا. أيوة. وكل ذلك لا يخفى على أحد، لكن الرئيس السيسي كان واضحا. أيوة. عندما التقى بأنتوني بلينكن قال له هذا لا يمكن، السيادة المصرية لا يمكن لمصر أن تسمح بوجود قوات إسرائيلية في محور فيلادلفيا، لا يمكن أن تسمح بسيطرة إسرائيلية على معبر رفح. الآن بقى يراوغون ويقدمون تعديلات، طب ممكن المعبر يعني يبقى فيه إدارة أوروبية وأمريكية مصرية، طب محور فيلادلفيا ممكن تبقى قوات ما فيش انسحاب نسميه إعادة انتشار. هو يعني هم يراوغون وهم يبدعون في التسميات، لكن تمام. كل ذلك من أجل الميل من الدولة المصرية. نعم. صحيح. هل هناك دكتور طارق تباين في المنظور الأوروبي والأمريكي تجاه جهود الوساطة في غزة؟ يعني الوساطة في غزة هناك الآن خلافات في الداخل الأمريكي، خلافات وانقسام أوروبي، يعني انقسام ما بين أوروبا وأمريكا، وانقسام داخل أوروبا وانقسام داخل أمريكا، وكل هذه نشاهدها ونقرأها، وقد تكون يعني توزيعا للأدوار وللتشتيت وللمراوغات، لكن الحق واضح أنه لابد من الحفاظ على ثمة ثوابت. هناك دولة مصرية لابد من الحفاظ على أمنها القومي. هناك أيضا يعني حماس أو غير حماس من المقاومة الفلسطينية، يعني يسمونه إرهاب أو هو مقاومة وفقا لتعريف القانون الدولي العام، طالما هناك احتلال لابد أن تكون هناك مقاومة. أيا ما كانت المسميات، لابد في التسوية أن الوسيط الأوروبي والأمريكي أن يمارس ضغوطا على الطرفين، هم يمارسون الضغوط فقط على حماس.